سي حميد الملف ديال المدينه شنو كيمثل لك انت بالذات؟ كيمثل لي يعني ظلم ديال واحد المواطن مغربي حقوقي رجل اصيل وكنعرفو عن كتب لانه صاحبي ديمي خصنا نستعرف قبل ما نمشي لديك التجربه ديال الاليمه. هو جا عندي ملي كنت كنتابع انا في اكثر من مناسبه كيجي مسكين من مراكش 300 كيلومتر وكيخسر فلوسه باش يوقف معايا. دونك هو مناضل مسكين كنعرفو مزيان جا عندي بزاف د المرات. كنت كنمشي لمراكش وكيستضفني وكيحتفل بيا وكيحتفل بولادنا. دونك هذا جانب حتى هو انساني يبان فيه بان رجل طالع عنده مكانه كبيره. فهذا رجل تظلم حقوقي انتقوا منه. بالنسبه لي انا هذا رايي الصحفي بانه الظالم وانتقوا منه لنزاهته لفضحوا لي الفساد. بمعنى كيمثل لي قمه ديال الظلم هذا الملف هذا. وكما قلت في اكثر مناسبه ديمي خصو يتطوى. ما عندنا تربح في هذه البلاد. فقط اعداء البلاد هما اللي كيستافدوا من هذا الملف. كيسودوا صوره المغرب وصوره ما عندوش. هو دابا في الحبس دابا عطينيش كيستافد منه اي واحد. هو في الحبس حتى نفترضوا كاع سيدي وخا ما كاينش هادشي انا كندخل على عالم فردي هو كاع كاين عقوبه دوز 12 شهر دوز عام عامين شكون ربحوا منه في الحبس مكرفص الموظفين ومكرفص السجون والمراقبه الامنيه والبوليس مكرفصين والجندارم والوطن والتقارير السوداء. كاين شي مواطن مستافد من اعتقاله زعما شادين شي واحد خطير غير هو على البلاد راه جالس كياكل البيض ودانون ومكرفص الامه اش رابحين راه صعيب الناس اربع ضربه كيف من فين كتكون سياسيه وعندها اثار خاص يتدخل صوت الحكمه زايد هذا الملف يبقى في الحبس ما فيه تربح. هانتوما مجموعين هنا والقيامه رايده اش من ربح عندنا دونك هذا ملف زايد وما عنده حتى شي. واش انت مع الاصوات اللي كتقول ان هناك لوبيات بدات كتجمع لمحاربه المنادين بابطال الفساد؟ ضروري كاين لوبيات. انا اول واحد ضررت من اللوبيات. انا شكون داني الحبس ماشي اللوبي. كاين شي واحد عيط ليا كاين شي واحد جا واخا سي جراج عيط ليا فين هو الشخص اللي عيط ليا فيه. انا اول واحد ضحيه ديال اللوبي. اذا عادي غنامن باللوبي وغنقول كاين لوبي وكاين لوبيات في المغرب وباعتراف الجميع. هاد التقارير السوداء حول الفساد الارقام المخجله هاد المشاريع ديال اصلاح البلاد ما معنى نصلحوا نصلحوا شيء فاسد. رئيس الدوله الملك تيقول الاصلاح رئيس الحكومه تيقول الاصلاح اش غنصلحوا واش الحاجه مصلحه غنصلحوها هي اذا كاين اقرار من الناس اللي كيحكموا البلاد بانه كاين فساد والدليل هو انا كندير الاصلاح. سؤال هذاك الفساد واش تفسد بوحده بفعل فاعل؟ اذا كاين الفاسد كاين اللوبي وكاين الظلم. دابا المشكل اللي خطير هو كنقولوا خاص الاصلاح ولكن ملي كيظهروا المصلحين كيمشيو للحبس. اخطر ما كاين في المغرب هو هذا اننا كنا كنشيروا باسبوع الى دوائر الفساد وكنقولوا خاص يكون الاصلاح. اخطر هذه اخطر ما كاينه في المغرب. الشيء كله انا بالنسبه لي هو اننا كنا كنقربوا كاين فساد وتنقولوا خاص يكون الاصلاح ولكن عندما ينبعث او يظهر المصلحون تفبرك لهم ملفات في المغرب. كاين عدد كبير ديال الناس اللي كاينين اليوم الاصلاح واللي تيحاربوا الفساد اللي قداو الضريبه ومنزل المدينه عدد ديال الاسماء. شنو تبغي توصل شنو هي الرساله اللي تبغي توصل للمسؤولين القائمين على القضاء؟ شنو هي الرساله اللي توصل لهذوك اللوبيات ديال الفساد؟ نقول ان الظلم ظلمات يوم القيامه وعند ربكم تختصمون ولا ما خدينا حقنا هنا غناخذوه الفوق. اللوبيات هذو الفساد تنقول لهم على ما خدينا حقنا هنا غناخذوه لهيه ضروري غناخذوا حقنا. مساله وقت. الا ما خديناش بشكل قانوني وسلمي وحضاري هنا وما تنصفناش غتنصفوا عند الله. والظلم ظلم يوم القيامه. الظلم ظلمات يوم القيامه. وحنا يكفينا حب الناس انا ولا المديمي ولا هاد الناس اللي معتقل يكفينا حب الناس. جيب لي انا هاد الشخص اللي حكم عليا ولا اللي تابعني ولا اللي فبركني ولا اللي اداني نتمشاو انا وياه في الزنقه شوف شكون غيتصوروا مع الناس شكون غيحبونا شكون غيدعوا مع الناس. جيب محمد المديمي وجيب الناس اللي اداوه واللي ظلموه يتمشوا معاه في الزنقه شوف شكون غيتصوروا مع الناس شكون غيجلسوا معاه شكون غيتقهوا معاه شكون غيجلس. هذا كافي. هاد الناس الظلمه كيعيشوا معزولين ما كيعرفهم حتى واحد كيعيشوا في صمت وكيموتوا في صمت الظلمه. اما الاخيار كيبقى التاريخ كينحتهم مداد من الذهب. الناس الخيرين كاع ما كيموتوا. اليكم زميلاتي زملائي الصحفيين كاملين احييكم واحده واحده واحدا واحدا. اي انسان جا اليوم صحفي ولا صحفي من اجل هذه القضيه فاحييه احييه عاليا وما كرهش نضمكم كاملين لانني انا مرتبط بقضيه هذا السيد هذا وكنعرفه معرفه حقه. وسافاجئكم الحضور الكريم باشياء ربما حتى الوالده ديالو ما كتعرفهاش. غنقول لكم اسرار ما كيعرفها لا الدفاع ربما وربما الوالده ديالو ما كتعرفهاش. هذا رجل ظلم ظلم ما بعده ظلم. كتعرفوا مين فيه انا وليت كنحشم نهضر فيه. واقول لكم صادقا انا قريت البارح الملف كنعرف القضيه ولكن البارح سهرت شويه على الاحكام. والله لاقتنعت بان ملفه
لم يشهد تاريخ القضاء المغربي ملف تظلم فيه شي انسان بحال هذا، وكنتحمل مسؤوليتي زعما اقولها صادقا. قريت مع كل احترام السادة القضاة وبالشهادات وبكذا، ولكن صدقوا هذا الانسان يقبل تكون الانسان. انا راسي انا خصني نقول انا هو المظلوم، انا كنعتبر هذا التظلم اكثر مني. واش كاين شي قول حق اكثر من هذا؟ صدقوني يا اخوتي، قبل ما ندخل معكم التفاصيل كنطلب الاخوان يعطوني شويه الوقت نفصل في شي حوايج، لان الوقت ما كيسمحليش. الا سمحتوا طبعا، اول حاجه لابد المغاربه من حييو هذه المراه الفاضله. هذه مرأة بسيطة في تكوينها ولكن عظيمة في أخلاقها، عظيمة في أمومتها، عظيمة في مشاعرها. هذه رمز المرأة المغربية الحقيقية الأصيلة. مرأة تحدات نيف صعيب وفيها جهات وتعرضت لضغوطات وتعرضت للأذى، ولكن الكبدة ديالها كبدة ديال المرأة المغربية. هذه مرأة كتستحق كل الثناء وكل التقدير. أم محمد المديمي، كل الحب لها وكل التقدير. هذه مرأة بغيت نقول فيها كلمة حق، وخا نقول لي قلت والله نستو فيها حقها. هذه مرأة فاضلة وكل العزة لها وكل الفخر لها وكل الاحترام لها. كلمة ثانية في حق كل الصحفيين والصحفيات اللي آزروا محمد المديمي الموقع الإلكتروني اليوتيوبرز، كل الحب لكم وكل الاحترام. أي واحد وكل مغربي وكل صفحة فيسبوكية أحييكم اللي تبنى هذا الملف. كلمة تقدير واحترام لهيئة الدفاع اللي تبنات هذا الملف من النهار الأول، أحييهم عاليا في هذا الملف، أحييهم عاليا عاليا، وكنحيي كل واحد منهم. قاتلي القيطة وحدة باش يصفى القلوب وباش نكونوا واضحين للمغاربة. عفاكم الخوت لما سمعوني مزيان، كنهضر معكم حق وبحكم تجربتي المتواضعة في الحياة. راه خصنا نتملكوا واحد الوعي ذكي إلا بغينا نعيشوا في هذه الدنيا. راه الدنيا صراع، والحياة ما كترحمش اللي ما كيحسبش مزيان. خصنا نحسبوا، لا يكفي انك تكون صاحب قضيه عادله، لا يكفي انك تكون عندك الحق، ضروري خصك تكون تعرف تحسب وتعرف دير الصراع. كاين نقاش كيتثار بزاف. انا هذا الملف هذا ديال محمد المديمي كنتلاقى انا والسي زهراش ولا في هذا الملف، كيما ممكن تلاقى انا وشي واحد اخر في ملف اخر، حيت بعض المرات الناس كيبقاو يخلطوا العرارهم. انا ما عمري ما غنتخلى على توفيق بو عشرين، وعمري ما غنتخلى على سليمان الريسوني، وعمري ما غنتخلى على عمر الراضي. هذا رايي. ولكن انا كنت انا والسي زهراش تلاقينا في هذه النقطه، له راي ولي راي، كنحترموا بعضياتنا، هو كيحترمني في هذا الراي وانا كنحترم راه وكنناقشوا. راه ماشي معناه تلاقينا راه صافي تخلينا على بعضياتنا، شكون اللي عنده الحق الله اعلم، ولكن الاساسي غير هذه الجلسه اللي نناقشوا. احترمني ونحترمك، انا مقتنع بان توفيق بو عشرين ظلمه، ما كنقولش في الافعال، لان كاين اطراف اخرى كنحترمهم. انا صحابي كنحترم راسي وكنحترم القضاء، كنناقش في المحاكمه العادله، لم يمكن من محاكمه عادله باش ما ندخلش في التفاصيل، كيما سليمان كيما عمر. اذا كنسد هذا القوس وكنرجع للقوس. المديمي، المديمي الاخوات والاخوان، غنقول لكم السر اللي ربما قلت الوالد ديالو ما عرفهاش. هذا الراجل المغاربه غنقول لكم، تصوروا انه كيتخلص ب 1000 درهم ما كيعرفها حتى واحد. عرفتوا علاش كيتخلص ب 1000 درهم للشهر؟ لسنوات طوال. عنده عجز صحي ديال 35% في جسمه، عجز صحي. مو ما عرفاش وقيلا ان عنده 1000، عمرو قال لك عنده 1000 درهم؟ عارفها انت يا. المهم انا وفق المعلومات انني ما عارفها حتى شي واحد، فانا تفاجأت بان الام ديالو عارفها. عنده 1000 درهم المغاربه، ربما الصحفيين تصوروا، 1000 درهم عنده عجز صحي ديال 35%. علاش عنده عجز صحي يا المغاربه؟ خدام في الاقامه الملكيه. اذا شنو موضوعه؟ الانفصال ضد الوطن ضد كذا. لاحظوا هذا الشخص تخلى على جزء من صحته، 50 اي واحد فيكم يفكر في صحته، 35% في الاقامه الملكيه خدام وطاح مسكين. شحال خلاو له في حكم قضائي نهائي؟ 1000 درهم مسكين في الشهر. هادشي ما كيعرفو حتى شي واحد. جوج، هاد السيد هو اللي بلغ بالشكايات ديال الشفاره ديال السوايع ديال القصر الاقامه الملكيه، وكاين الناس اللي ما بغاوش. لاحظوا هو حبه ورجل نظيف، دار شكايه بالسوايع اللي اعتقلوا عباد الله، هو اللي دار الشكايه. النقطة الثالثة مهمة جدا، وهذه ربما كيعرفها البعض وما كيعرفهاش البعض، باش تعرفوا هذا الإنسان عنده 50 بطاقة ديال الدم كيتبرع، لما كيتبرع بالدم ماشي في تندوف في المغاربة. عمركم شي واحد مغربي كيعطي دمه للبشر؟ هو دمه جبدو وعطاه للمغاربة. 50 بطاقة كيتبرع بالدم ديالو من أجل المغاربة. وعباد الله راه هاد علاش كنقول أنا هذه التهمة من ثلاثة. تصوروا معايا أن هذا السيد هذا ملي كيكون واحد الانسان مثلا عنده شي موقف تجاه الصحراء، الراجل عنده تقارير كلها فيها الصحراء المغربيه، حتى التقرير موضوع النزاع في الصحراء المغربيه، كل التقارير ديالو السنويه السابقه تيقول الصحراء والمغربيه. واش هادشي ما كيشفعلوش؟
وهذا الشيء قالوه الساده المحامون وسط المحاكم، ماشي كنقول انا جديد، قالوه الدفاع داخل الجلسات. بمعنى واحد الانسان اللي عنده موقف سلبي تجاه الصحراء المغربيه خصو يولد هذا الشيء في جميع التقارير. حنا ملي غنلقاو امينه حيدر ديما الصحراء الغربيه الغربيه لان موقفها ثابت. السيد كيقول عباد الله الصحراء المغربيه 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 المغربيه، واحد النهار لقينا غربيه في السطر ماشي بخمسه صفحات. قاش اللي كيبغي يعطي موقف من الصحراء سلبي كياسس له خمسه صفحات سته، هذا غا سطر في واحد سميتها لجنه البيئه. اش علاقه البيئه في الصحراء؟ كان ممكن يولد في واحد الحق ديال السياسه، راه خصنا نعرفوا التقرير شنو فيه، واحد لابارتي فيه سطر. اذا عندي بزاف ديال القرائن. الف هاد السيد دائما تيقول الصحراء المغربيه سنوات السنه الاولى الثانيه، لو قلبنا التقارير لقينا دائما سمح لنا الشريف لنا والبارح ملي قلت له والبارح هو قال الصحراء المغربيه سيلين ومينين، اذا لقينا غير سطير. معنى هذا موضوع شك خصنا نبحثوا فيه خصنا نقلبوا عليه. شكون هذا الشخص اللي حط له هاد الجمله هذه؟ من هو هذا الشخص؟ وانا بغيت نقول واحد النقطه بعدا باش من واحد الملاحظه غنشارككم فيها كامل، عفاكم لما مع كل احترام الساده القضاه واللي شاكين واللي كذا، ولكن كصحفيين من حقنا نستفزوا عقولنا. دابا انا درت غير طليله على الحكم بحال هكا، شوفوا الحكم الاول 26/7/2021 هذا بدا فيه في سيناء. مشيت كنقلب الحكم الثاني شنو لقيت؟ لقيت الحكم الثاني عاوتاني 26/7، يعني جوج قضايا تحكموا في نهار واحد. هذا قاضي دابا احنا على بشر غنحكم على واحد الانسان، انت غنحكم عليك في 1000 وفي نفسك من قاع اخر غيرجعوك عندي عاوتاني في 1000 خويا على العيال بعدا عار بشر القدرات ديالو الديني خصو يحكم عليك 1000. على بغينا نناقشوا الصحراء والملفات وربعه الدفاع وخصنا 24 ساعه. كيفاش هذا القاضي يقدر يحكم جوج ملفات امام نفس الشخص في 24 ساعه؟ كيفاش داول؟ انا ما كنشككش في النزاهه ديالو، وضيجه هضرنا على هذا الاشكال ديال القضاه يرهقون، لان القاضي وفق قواعد الفقه وذكرناها هو ما كيحكمش بالليل، ما كيحكمش غضبان، ما كيحكمش عطشان، ما كيحكمش في الاعياد، ما كيحكمش بالليل ماما. فكيفاش هذا القاضي يحكم على شخص في قضايتين مختلفتين بوثائق تملا هذه القاعه وقدر يصدر حكم؟ واحد، جوج، ونقطه كذلك مهمه جدا، هذا القاضي بجوج انا اسئله كنطرحك لان داك الشيء كيبان لي القاضي الابتدائي كيعطيه الفوق. هذا القاضي السلفي كيهبط شويه، هذا القاضي السلفي كيقول ونظر لظروفه الاجتماعيه، نظر لظروفه الاجتماعيه ولعدم سوابقه القضائيه. من حقوش انا غير كنتسائل علاش القاضي الابتدائي ما بانتلوش ظروفه الاجتماعيه وسوابقه القضائيه، زعما باينه. سؤال اخر وما يسمع وما يتقلقوش من الساده المحامون، انا فقط كنطرح اسئله لا اشكك في اي محامي. بقيت كنقلب كنلقى عبد الاله الزيتوني في الملف الاول ديالو معك، شويه كنلقى عبد الاله الزيتوني، شويه كنلقى عبد النبي الزيتوني، نعمان النديري. مشيت للملف الثاني عاوتاني كنلقى عبد النبي الزيتوني، نعمان النديري. انا نتفهم واحد المتهم مثلا زهراش غيكون معاه في الاول والثاني عادي، ولكن فاطمه شكات مع عمر، وخديجه شكات مع عمر، وربيعه شكات مع عمر، ولقيت المحامي مع خديجه ومع ربيعه ومع زكيه، غير هو كيتبلاصه من هنا لهنا مع كل احترام. كنقول كيف كما اذا نفس القاضي في السيناف هو اللي يتحكم عليه هنا وهنا ونفس كذا. فبديت كنقول ونقطه اخرى طبعا وهذه لابد ما نشاركوا فيها. دابا تصوروا معايا المغاربه هذا السيد هذا، واحد الجمله بعدا لابد ما نشارك الساده المحامون فيها وانا كصحفي حيت كتعنيني. بقيت كنقراها البارح جاتني غريبه، وحيث ان الدفع الذي اثاره الضالين ودفاعه منكم ذلك يخدع. هذه كتمسكم انتم زميلاتي زملائي الصحفيين. شوفوا هذا التعليل هذا مع كل احترام، وحيث ان الدفع الذي اثاره الضالين ودفاعه منكم ذلك يخدع لقانون الصحافه. يجاب عليه بانه من حق المتضرر ان يوجه شكايته ضد كل شخص اضر به والمشتكون. اختاروا تقديم الشكايه ضد الضالين باعتباره هو الذي قام بفعل الصحافه قامت بنشره. انا كنحترم القضاه وانا صحفي من حقي نساهم في صناعه جوده ولا كذا، باش ما يتفهمش شي، ولكن من حقي هنا كتاثر واحد الفلسفه قضائيه خطيره جدا. نجي غدا ونقول انا زهراش مثلا، ولا نقول شي واحد دار وقتل وذبح ونقول اللي بغيت، وانا موقع الكتروني بادي راه نشرها، وخاصك تجيب هذا السيد بوحدو ما يمشيش دابا، لان كل اللي تابع به المديمي فيه كاين في جرائد وفي مواقع الكترونيه ورقيه شهيره، جابوا غير المديمي بوحدو. اذا هنا كنأسس واحد الفلسفه خطيره. نقدر انا وباش عرفتيني دابا انا غير كنطرح اسئله، باش عرفتيني ما عنديش مساهم في الجريمه ولا مشارك انا كصحفي ولا انا والمديمي. نعطيكم مع امثله، شوف خذوني على طرح انا والمديمي مثلا متفقين ندوزوا واحد الجمله، انا عندي موقع هو عنده مركز ودوزت عندي، علاش ما جبتينيش انا تصنتي لي باش عرفتيني ماشي مشارك ولا مساهم؟ انت القاضي لا يحكم، القاضي لا يحكم بعلمه، قاعده القاضي لا يحكم بعلمه، القاضي خص. اذا هذه الجريمه وفق انت في اين مسرحوها؟ مسرحوها واحد الموقع. انا ما كنقولش ضد الصحفيين، علاش عجب لكم واحد الدليل؟ ولكن لماذا المديمي بوحده؟ وعلاش جبت لكم هذا الشيء؟ لا تتذكروا تابعت انا واحد المره انا وربيع الابلق
كانت احداث اللي تعقلوا على كريم الشقر هذا ولد حسين ما كان مات. شكون اللي عقل فيكم على المخزن ما كريم الشقر مات مقتول؟ المخزن هو المسؤول كيقولوها الناس في الروضه هكا بالباء. انا شديت فيديو حطيته في بديل، شكون تابعوا؟ تابعوني انا وتابعوا ربيع الابلغ. لاحظوا معايا هاد المقارنه عندكم رائعه. اش قالوا لي في القضاء؟ حكم عليا القاضي شنو قال لي؟ قال لي تبرير عن جريمه تعلم بعدم حدوثها. انا غنشرت بحالي بحال المديمي. علاش المديمي ما شتيش الجرائد الورقيه والالكترونيه؟ انا لا احرض عن زملائي، ولكن تقول لكم لاحظوا القضاء كيف يشتغل في المغرب. بعض القضاء ما تقولش كلش، هذه مثال حي جابوني انا شرط كيقول كنقول له سيد الرئيس انا هما قالوا انا صحفي، تيقول لي لا ماشي اي حاجه تنشرها. ايوا حتى دابا غنقولوا لذاك المواقع ماشي اي حاجه قالها المديمي وفق المفتاح. علاش اذا استهدفتوني انا؟ اذا من تيبغيو شي واحد كيجيبوه. نقطه اخرى مهمه جدا، المديمي لماذا المديمي تبع بمركزه، المديمي تبع بنشاطه ومركزه الحقوقي. علاش تبعت انسان صيفته هو محمد المديمي حرفيا افظع ما ظلم تعرض له هذا الشخص المغاربه. وتصوروا شنو لقيت؟ وحق الله العظيم الى هذا السؤال استفزني. والبارح لقيت اجابه في الحكم واحد الفقره، قلت ديما كنت كنقول علاش ما تابعوش صيفته؟ سيد مركز وانت كتقول له تقرير وقلتي ومركز كله الا الصيفه. لقيت القاضي دار واحد الجمله وانا نلقى الجواب. شنو كيقول القاضي؟ المهم باش ما نلقاهاش هنا، تيقول القاضي واحد الجمله تيقول لي هاي هي لقيتها. وحيث انه بخصوص المسوده فان القانون المعاقب لم يحصل في نتيجه بها رجاء ان الاخوات والاخوات. وحيث انه بخصوص المسوده فان عفاكم اللي مسمعوا هذه الفقره وغادي يسالي انها تكتف وتلخص القضيه. علاش محمد المديني ما تابعش بصفته كرئيس مركز؟ والله الا حمقت كنبغي نفهمك كنت كنتقش بعد نقول علاش ما بغيتش تتابعوا. وهذه الفقره هي اللي قدمت لي الاجابه. لاحظوا اش كيقول القاضي، وحيث انه بخصوص المسوده فان القانون المعاقب لم يحصل الكيفيه التي تتم بها الجريمه المتابع بها الضنين، وبذلك تبقى المسوده كالتقرير فيما يتعلق بالنتيجه. هذا بعد اشكال اخر ربما الساده، هذه الاشكاليه السلطه التقديريه ديال القاضي وسبق لي ناقشتها في مناسبات اخرى، والسلطات الملائمه عدنيه بالعامه، ما عندك ما تحاسب في القاضي، اش قد يعتبر هذه؟ حاطينه فان. عاود بصوت مرتفع. وحيث انه بخصوص المسوده فان القانون المعاقب عليه لم يحصل الكيفيه التي تتم بها الجريمه المتابع بها الضنين، وبذلك تبقى المسوده كالتقرير فيما يتعلق بالنتيجه. ثم ان الحديث عن وجوب ان يتعلق الامر بتقرير، قبل ما نكمل الاخوان ربما شي اخوان ما تبعوش القضيه، هو تابع على واحد التقرير، هذاك التقرير باقي غير في الواتساب غير موقع، لان اللي تعرف المسطره ديال المركز كيفاش كيشتغل، كاين واحد المجلس وطني عنده لجان كيصيفطوا كل لجنه كتصيفط الوريقات ديالها، كتسي محمد المديني هو المنسق ما بين المجلس الوطني وما بين المكتب التنفيذي، ملي كيعطي المكتب التنفيذي في واحد الجروب كيناقشوا كيداولوا، ملي كيداولوا كيتفقوا على الصياغه واي شوائب حيدوا كيتجمعوا كيعيطوا للصحافه كيديروا ندوه صحفي وكيخرجوها في كتاب. انا حضرت لهذا النشاط هذا، صدقوني هكا كتمشي العمل. هذا عباد الله باقي في الواتساب، السيد تعتقل في 5 ماي على افعال داروا له في الاول النصب، وفي مشى ذاك النصب في البراءه في الاول تعمر له النصب الاحتيال 5 6 7 8 9 10 11 12 عاد بوعت له الوحده الترابيه 6 اشهر سيد في الحبس في الواتساب. كيف هذه الجريمه اللي كتقلب زعما وسط كذا الجاليه الهولنديه الجاليه البلجيكيه على اي ومازال تيتربص به واحد خونا كيطلع في الاعلام دائما تيقول لهم غادي نجيب ليه واحد التقرير ديال 2018 كارثه. وهذا تيدعي نشيط حقوقي مصيبه كحله. شكرا سي زهراشي. سي زهراشي واخا. وبذلك تبقى هذه النقطه حطيتها لكم غير باش الاخوان حتى نختم بهذه الفكره مهمه تلخص. بمعنى اخر هذاك المسوده السيد مسكين ما كيتبناهاش. دابا ملي كنجي انا كمتهم تكون كسيد الرئيس، هذا المسود هذا التقرير ماشي ديالي، واش موقع ماشي موقع؟ واش لقيتيه في تليفوني ما لقيتكش في تليفونك؟ واش جبتيه لي من بيسي المركز؟ لا ما لقيتوش عندك. وفين لقيتيه؟ في واحد البلاصه. واش ديالي انكورو؟ ايوا كيف؟ انا وطني عاش الملك الصحراء المغربيه وقلت البارح لا واخا انت صح في صاري غنضرب الحبس 4 سنين. ودار رساله توضيحيه للقصر الملكي. ايش هادشي؟ شوف دار رساله توضيحيه للديوان الملكي وتبروكات. والمتابع واخا شكرا سي زهراش. وتبقى المسوده كالتقرير فيما يتعلق بها. ثم ان بلاتي مزير ثم العافاك لما شوفوا هذه الفقره ثم كالتقرير فيما يتعلق بالنتيجة. ثم إن الحديث عن وجوب أن يتعلق الأمر بالتقرير يصح عندما يكون المركز كشخص معني هو المسؤول. أنا ذاك لا يمكن نسبة أي شيء إليه إلا بوجود تقرير رسمي صادر عنه، والحال أن الضارين هو موضوع المسألة وليس المركز. إذا عرفتوا شنو الإجابة علاش ما داروا له الصفة؟ قال لك سيدي لو كان المركز هو المعني هو الصفة كان ممكن يكون هذا النقاش ديال المسودة ونقلبوا على التقرير الرسمي.
وحنا عندنا السيد متابعه بسميتو الشخصيه، سمحوا لنا هذا النقاش خليوه ودخل عندنا. لاحظتوا دابا العمليه بقيت كنفكر علاش بمعنى لو كان بالصفاق يطرح نقاش ديال التقرير المركزي، التقرير واش رسمي ولا ماشي رسمي؟ اذا لا بغينا ندوزو غير المسوده وحيدوا لنا الصفه، اروا لنا بواحد حرفي. سي عبد الحميد هنا لقيت اجابه، لقيت القريب ديال مع كل زعما شكرا. وانا نقول لكم كلمه واسمح لي عفاكم الاخوان بهذه الاخر عافاكم، قراوا معايا الاسماء بكل احترام، تنقول دائما انا لا اتعرض للاشخاص، كنمشي للافعال، ما كنهضرش على الاشخاص، الاشخاص كلهم كل شكون ما بغى يكون كنحترم الاشخاص. لاحظوا المغاربه يونس البطحاوي هذا عامل سابق الحوزه، دابا حطوا راسكم اي واحد في هذه القاعه يحط راسو اخ، تخيل هو اللي يعوج بهذ الاشخاص، ولا يحط راس كل واحد فيكم هو القاضي وجبتوا هذ المشاكل. شوف اش غتعطي، شوف يونس البطحاوي عامل، عبد العزيز العفوره عامل سابق، ها جوج هذ الداخليه وزاره الداخليه جوج، واخا نمشيو شويه شكون هذا؟ تمر مقتصد ديال الولايه الداخليه الولايه، ها الثالث شوفوا معايا شكون كيدعي، عبد الجليل القربان رئيس جماعه، تصور انا هو القاضي حميد المهداوي وجبتي لي مشتكي فيه، هذا رأي انا وشكون انت؟ انا رئيس جامع زيدت، انا والي في الولايه مقتصد، وشكون انت؟ الداخليه، هذو المشاكون، شكون الاخر؟ لاحظوا معايا رئيس جامعه، شكون هو رئيس جامعه؟ هو الوزير دابا ديال التنظيم الوطني التعليم العالي، شوفوا معايا شكون هذو المشاكون به؟ وعباد الله الداخليه والوكيل العام، لاحظوا واحد شي واحد واقف ضده، شكون؟ وكيل العام، دابا انا هو القاضي، ها الوكيل العام ضده، ها الداخليه، ها البطحاوي، ها رئيس الجامعه، ها الولاية، كيف هاد هاد شو هاد السيدة؟ والسيدة عباد الله أمينة وحيدر كتقول احتلال، هاد الجمعيات اللي هزتهم الكبدة وداروا الشكاية به، وهزتهم الكبدة على أمينة وحيدر كتقول ما بغيتش تقول واحد الكلمة، كتبصح علينا وسط بلادنا كتدبل علينا. علاش عباد الله تقول الصحراء المحتلة كتقولها بالعلال؟ هو القاضي انت راه كتسهر على كل، اذا اجي انت علاش قلت ماشي واحد يقول واحد ما يقولش الاعتبارات ما، اذا هنا غنبداو نناقشوا من هو المديمي وغنجبدوا النقاش. وثانيا واسمح لي عفاكم الاخوان، وهاد الناس اللي دعوا بهم اخر دقيقه هادو عباد الله عفاكم، نشوفوا هاد النكته، هاد السيد اللي قالوا الشكايه وتحكمت للسيد الحبس رئيس جماعه التصلحات عين هادي غير هادي والله تغنينا على ما نهضروش كاع. دابا هاد الناس اللي انا وضعوا لي الحيحه وحيحوا فيه، واحد فيهم سمعوا معايا خذا الحبس 3 سنين رئيس جماعه، اذا المديمي ما كذابش، ها هو السيد تبت القضاء تبت، جوج واحد تعفى من الجامعه اللي هو رئيس جامعه تعفى حبس من خدمته، ثلاثه يوصل بطحاوي فين هو العميد الحوز؟ عباد الله غير هادي، الاخر عنده الاجهاض كلهم امام القضاء ولا معفيين ولا مسائلين، وكلام المديمي كله صحيح. شكرا اخ حميد المهداوي.